احتفالات رسمية بعيد الفطر السعيد في النمسا. اتهامات بالنازية تدفع لجنة لإعادة كتابة النشيد الوطني لمقاطعة النمسا السفلى. مستشار في المحكمة الأوروبية يحق للنساء المعنفات اللجوء في الاتحاد الأوروبي. معلمة لغة ألمانية تستهدف طلاب سوريين وتركيين وأوكرانيين بإساءة وإهانات لفظية. عمدة فيينا يكرم 366 مهاجر حصلوا على الجنسية النمساوية. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم، وكل عام وأنتم بكل خير بمناسبة عيد الفطر السعيد، أعده الله علينا وعليكم بكل خير. والبداية من خبر العيد. أدى المسلمون في النمسا صلاة عيد الفطر في النمسا، بما في ذلك المركز الإسلامي في فيينا الذي حضره أكثر من 50,000 شخص. وحضر في المركز الإسلامي عدد من أفراد الشرطة وشركة أمنية خاصة لتنظيم الدخول والخروج وتفتيش الحقائب. وهنأ كل من الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن وعمدة فيينا لودفيك، إضافة لعدد من الأحزاب السياسية مسلمي النمسا بعيد الفطر، فيما غاب المستشار النمساوي كارل نيهما هذا العام. يذكر أن المؤسسات التعليمية في فيينا سمحت لجميع الطلاب اليوم بالتغيب عن المدرسة، وذلك لإتاحة الفرصة لهم للاحتفال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين. طالبت لجنة من الكتاب بإعادة صياغة النشيد الوطني لمقاطعة النمسا السفلى بعد اتهام مؤلفي الحالي بالاشتراكية القومية أي النازية. وتبين أن الكاتب قد صرح بتحيزه للأيديولوجية الوطنية الاشتراكية السابقة، وتشكل لجنة شخصية تضم كتابا ومثقفين لإعادة كتابة النشيد الجديد، وذلك برعاية حاكمة الولاية، مع التأكيد على ضرورة تمكين الجميع من المشاركة في عملية إعادة صياغة النشيد الجديد والتي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية. قال مستشار بمحكمة العدل الأوروبية أنه يحق للنساء من خارج الاتحاد الأوروبي الهروب من جرائم الشرف أو العنف الأسري في بلادهن والحصول على حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك في قضية حالتها محكمة في بلغاريا لمعرفة ما إذا كان ينبغي منح حق اللجوء لامرأة كردية تواجه خطر العنف إذا عادت إلى تركيا، حيث تزوجت بالإكراه وتعرضت للتهديد والعنف من زوجها وأفراد أسرتها. وأشار المحامي العام في القضية إلى أن النساء يمكن أن يعتبروا مجموعة اجتماعية محددة ويمكنهم الحصول على حماية دولية كلاجئين. وجهت معلمة لغة ألمانية لطلاب سوريين وتركيين وأوكرانيين إساءة لفظية وإهانات شخصية، بما في ذلك استخدام اللغة العنصرية. وأعربت جمعية أوكرانيين هيلفا عن صدمتها، مشيرة إلى أن هذا السلوك غير مقبول بأي حال من الأحوال، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها اللاجئون. وأكد مدير التعليم هنري هيما أن هذا النوع من السلوك المهين للغاية لا يمكن أن يسمح به في أي مكان، وستجرى محادثات لمناقشة هذه القضية وبحث مستقبل المعلمة في ضوء ما حدث.
احتفل عمدة فيينا ميخائيل لودفيك بمنح الجنسية النمساوية ل 366 مهاجرا بعد اجتيازهم اختبار اللغة والاندماج والانخراط في سوق العمل. وأشار لودفيك إلى أن الأشخاص من مختلف أنحاء العالم وجدوا في فيينا موطنا جديدا لأسباب متعددة، وأنه سعيد بهذا الأمر الذي يمثل تميزا جميلا لمدينته. وجرى تكريم الأشخاص الجدد في قاعة احتفالات بلدية فيينا. ونتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة مع عطلة العيد. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا ريم أحمد، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.